بالتأكيد التصفيات الأخيرة وكوبا أمريكا الأخيرة أيضا، بطولة أمريكا الجنوبية أفرزت عن شيء مختلف جدا، يعني من سنين طويلة ما شاهدناه في قارة أمريكا الجنوبية، اللي هو إنه المنتخب البرازيلي والمنتخب الأرجنتين. الأرجنتيني في مستوى بعيد جدا عن باقي المنتخبات ومختلف. نعم. أصبحت مبارياتهم سهلة جدا، يعني يلعبوا مع الأوروغواي، يلعبوا مع كولومبيا بدرجة حتى أقل، تشيلي مع هي واحدة من الإكوادور، مع الفرق اللي كانت الشيلي. بتمثل نعم عقدة أو صعوبة للمنتخبين نعم الأرجنتين المنتخبين والبرازيل. حققوا رصيد نقطي عالي جدا، نعم. ومعظم مبارياتهم انتصروا فيها. حتى لما تشوف سجل المنتخب الأرجنتيني انه واصل يمكن 30 مباراة من دون هزيمة، سجل كبير جدا بالنسبة لمنتخب موجود في أمريكا طبعا الجنوبية. في مباراة مؤجلة بيناتهم. نعم هتكون حاسمة جدا. المنتخب البرازيل عنده رصيد بشري كبير جدا مع استقرار فني مع المدرب تيتي، يمكن يعاب عليه انه بعض المشاكل التكتيكية اللي بتواجه المنتخب في المباريات الكبيرة كمدرب، لكن كرصيد بشري المنتخب البرازيلي كالعادة عنده تفاصيل وعنده كاريزما في كأس العالم، ويجي لكأس العالم وهو واحد من المنتخبات المرشحة بكل تأكيد، مع الأسماء اللي عنده، العناصر الموجودة، مع المدرب حيكون جينور منتخب رابيس ممتاز. أحرز هدف ممكن من الأهداف القائلة لجينور، نعم فينيسيوس ونيمار نيمار وكونتينيو. كوتينو نعم معظم الأسماء، نعم رافينا لاعب، أنتوني لاعب أياكس، العناصر في خليط رائع جدا في المنتخب ما بين عناصر الخبرة والعناصر الشابة، يرشح المنتخب لأنه يكون مرشح في كأس العالم. زي ما قلنا المنتخب الشيلي أيضا، يعني خلاص بشكل رسمي نحن في كأس العالم فقدنا شيلي، بالتالي كانت المشاركة الأخيرة لأسماء كبيرة زي فيدال هي زيال. شيلي ما زالت ممكن تنافس على المركز الخامس، اللي حيكون حيلعب ملحق مع المنتخب واحد من المنتخبات الآسيوية. نتمنى انه نعم. يكونوا موجودين، لانه في اسماء زي اليكس فيدال، زي اليكس زرافي. سانشيز، زي كلاوديو برافو، ايضا نعم. حتكون اخر فرصه للمشاركه في كاس العالم.